أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع لا شك. لكن الشخص الذي يصدر من هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرى عنه الكفر حتى يبين له الحق. إن عنده شبهة أو عنده جهل أو عنده، ما يتسرع بالإطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه يحكم عليه بالكفر، أنه ليس له عذر. نعم.